الشوماج اللي دايره في فرنسا ما عندها حتى علاقه بمنحه الشوماج في الجزائر. يعطيك 1,300,000 ما تقضيلكش قضيه تاع نهار واحد، ما تعمرلكش في الجدار في الجزائر. وزيد على المال، لأنه كاين دراهم ما عرفش واش يديروا بها. قال يعطي شنو كيما داروا لانساج، داروا هذيك دار منا داري عبد البترول، قال اغلق خلاص ما تبقاش. لان ماهوش شينا فرنسا من هاد الشوماج تمد الواحد خدم، قال عنده كذا شهر، عنده كذا شهر يدي، ويدي 75% من الشهريه ديالو، ومن بعد تهبطوا 55%، سمعت؟ ومن بعد الى ما صابش خدمه تحبس، ولكن يبقاو دائما معاه باش يصيب خدمه، يبقاو دائما معاه باش يصيب خدمه. ماشي هاك مدلوف رات. وهي حكايتها شيء اخر. اسمعوا هذا الشاب اللي مثل اغلبيه الشباب الجزائري، وعي وثقافه وحسابات، ما تحكيلهمش. نسمعوا واش يقول على منحه البطاله. تعليق تكرر بزاف في التعليقات، يقول لك تبون عطانا منحه البطاله وهذه سابقه وكذا، انجاز منحه البطاله انجاز. شوف تبون عاود نفس الخطا اللي داروا بوتفليقه، ناس كانوا مريحين، لا خدمه لا قدمه لا مشروع، ما قاري ما مثقف ما عنده والو في راسه، عطاه مليار بوتفليقه، عطاه مليار واش يروح يدير بها؟ يروح يجري بها ايبيزا، ويروح يبرح بها في لي ديسكو وفي الكباريات، ومن بعد ياكلهم ويعاود يجي يريح في حومته. وهذيك الاموال تاع من؟ هذيك الاموال تاع الشعب اللي هي من البترول والغاز. تبون بعمليه حسابيه انا درتها مجهودي الشخصي، حسبت لقيت بانه 360 مليون دولار، 360 مليون دولار قيمه المنحه تاع البطاله اللي راه يمدها تبون للشعب للبطالين. انت ما تحسهاش، مليون ونص ما تحسهاش. غير كيما شفت انه المملكه العربيه السعوديه دارت شراكه مع تويوتا، تويوتا رايحه تصنع في الشرق الاوسط، وتكون السعوديه هي المصدره لتويوتا بشراكه يابانيه سعوديه. قيمه المصنع شحال؟ 160 مليون دولار. بين 160 مليون دولار و 360 مليون دولار، شوف الفرق الشاسع اللي مدها تبون للبطالين. تبون بدل انه يروح يدير شراكه مثل هذه رابحه، تخيل انت تجيب تويوتا لافريقيا وتولي الجزائر هي بوابه تويوتا لافريقيا. تويوتا حلمها انها تقضي على السوق الاوروبيه، اصلا هي في مشاحنات مع السوق الاوروبيه والسوق الامريكيه. ومن بعد تويوتا على بالك باللي هي المطلوب الاول في افريقيا وعند الافارقه سواء الليبيين الموريتانيين، يعني انت شحال راح توفر المنصب شغل في الجزائر؟ هاي السعوديه وفرت 38,000، انت توفر 40,000 50,000 عادي، لانك راح تسربي قاره باكملها. ان كانت تويوتا موجوده في اسيا فتويوتا غير موجوده في افريقيا. فوق ذلك توفر لهذاك الشاب ماشي منحه تاع مليون ونص، توفر له منصب شغل، كرامه. وماشي غير مصنع تويوتا، راني نعطيك مثال فقط، مصانع اخرى بنفس العقليه هذيك تاع اجمع اموال لونساج، هذوك اللي راك تزربع فيهم على شباب والله ما عنده مشروع في راسه، ولكن لو كان تعطيه منصب شغل وتربطه راح تجيب اصلا تكنولوجيا تاع اليابان تجيبها للجزائر. هذاك الانسان يولي يخدم بعقليه وخدوخرى، يولي يخدم في شركات العولمه المتعدده الجنسيات، يرفض ثقافه وخدوخرى، ثقافه العمل، ثقافه الابتكار، ثقافه التايم، ثقافه الوقت، ثقافه الابداع. راح تدخل عقليه التصنيع للجزائر، تدخل عقليه الابتكار للجزائر، وتولي الجزائر بوابه افريقيا في التصنيع والتصدير. اما سربي البطاله وسربي لونساج وسربي كذا اموال الشعب وما ترجعش، والله ما هكذا تبنى الدول يا. وهذه انا نشوفها شراء للذمم وشراء للسلم الاجتماعي. مداخله الشاب هذا يعني من جهه، يعني يقول لك هاي حكاية منحة تاع البطالة ما كاش منها، يعني يضرب الأطروحة تاع العصابة اللي حابة تشري الذمم، ضربها بكلمتين. ولكن أنا الشيء اللي نستخلصه من الكلمة هذه تاع الشاب،
شوفوا الفرق الشاسع ما بين شاب مش عارف في المنصب عنده اكيد راهو لتحت خلاص، والوزراء والرؤساء والجنرالات اللي ما يقدروش يخموا واش راه يخمم هذا الشاب. هذا ما تعطيش وزير اقتصاد، ما تعطيش وزير تخطيط، ما تعطيش، لا، لانه راح يفسد عليكم. لو جات دوله دوله اسمها رق على ارواح سي محمد نفذ لنا الافكار ديالك، يعني نفذ الافكار، يعني هم قادر يشرف عليها وينفذها، لانه دراهم كاينين. احنا البروبليم في الجزائر دراهم كاينين والراي ما كانش، لانه صحاب الراي حيدناهم على جهه وحكمنا غير الراي تاع الغنى. هذا واش حكم الراي تاع الغنى؟ الناس عندهم راي وعندهم عقل وعندهم تفكير كما هذا الشاب هذايا، ما احتاجوهمش، لانه شاب كما هذا ماهوش تاع انبطاح وتاع تصفاق وتاع لا، هذا عنده حراره في قلبه، عنده الحراره في قلبه، قلبه حار، حار على الناس، حار على الجزائر، حار على الجزائر. شوف يعطيلك هاي السعودية شحال صرفت على وزين تاع تويوتا، شو حداك شنو مليون دراهم تاع تويوتا، دراهم باش نعطوها لتويوتا نرمو فيها قلاك ديال باش تشري بها الذمم، لأنه كل شيء مبني على الرشوة، كل شيء مبني على الرشوة، لأنه العصابة الحاكمة في الجزائر هي عصابة الرشوة، داير ولد تبون حكموه ومصور بالكاميرا ياخذ فيه رشوة من عند كمال البوشي. كمال البوشي كان شاري خالد تبون، شاريه بالدراهم لأنه عبيد تاع دراهم، وباش خالد تبون يكون عبيد راهو كباباه، كباباه. نعم راح يكون بابا خير منه زعما، بابا رخيص هو يخرج رخيص يتشرى ب 10 ملايين 15 ملايين يعطيهم لبابا باش يجيب له لي ديروغاسيون كمال شيخي. هذه هي الحكايه. ولا ينصرون على الحرام، يقول ربي بعدهم علينا وربي يقدر الخير لبلادنا، وان شاء الله بلادنا تتحرر منهم وتعاود توقف على رجليها، لانها عندها رجال ونساء وعندها الخير والخمير اللي ربي عطيه لها. ولكن بالإضافة يعني يا ربي سبحانه قل يا ربي خلينا نعمة اللي عطيتنا وهرفت علينا النقمة اللي نزلتها علينا هذه الحرام. ربي يقدر خير بلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر.